بعد إقصاء المنتخب الوطني وبقاء المنتخب الإيفواري في التنافس على اللقب. هذه فرصة للرجاء، كرة صعبة، صالحي، هدف رابع، هدف رابع، والانتصار في جيب الرجاويين في كنف النسور، في حضن وأحضان النسور، هدف رابع على بعد 3 دقائق من النهاية والأمور حسمت. الرجاء في الصدارة بفارق 8 نقاط، الرجاء تحسم الصدارة بفارق 8 نقاط. ياسين الصالحي ينسيني فيما قلت ويسجل هدف الرابع عن هنا. الإعادة وحق مررها لياسين الصالحي، ماشي موهوب فقط في البيتش سوكر، وموهوب أيضا في كرة القدم الممارسة على العشب، وينجح في تدوين هدف ثاني له في مباراة اليوم. 4-1 للرجاء في مباراة كبيرة، نجح من خلالها في تسجيل 4 أهداف أمام أولمبيك أسفي الذي انهار في الجولة الثانية. إقصاء لاعب وطرد المدرب ودخول اللاعب في مناوشات